أحييكم تونس مشاهدينا الكرام. الرئيس قيس سعيد يؤكد الحق الفلسطيني المشروع ويقول إن التطبيع مصطلح غير موجود عنده وفلسطين يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني. هيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية شريطة صدور الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين مرجحة أن يكون موعدها منتصف شهر ديسمبر القادم. رئيس الحكومة الليبية يؤكد دعمه القضية الفلسطينية ومجلس النواب يطالبه بتوضيح ملابسات لقاء نجلة المنقوش وزير خارجية الكيان الإسرائيلي. السلام عليكم. جدد الرئيس قيس سعيد تأكيده أن التطبيع مصطلح غير موجود على الإطلاق والقضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة كلها. كان ذلك خلال إشرافه أمس الثلاثاء على موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم على التوالي: أحمد بصغير سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى تركيا، أقسم بالله العظيم، عماد الرحموني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة، ولا تنسى أبدا التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي. الله بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة ولتنفيذ. إيمان العجيلي العماري سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية صربيا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة وتكونين خير سفيرة. جمهورية العراق. شكري الطيف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية العراق. وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار. لا تنسوا أبدا، بالرغم من أن للدولة الفلسطينية سفراء، لا تنسوا الحق الفلسطيني، الحق المشروع، وهذه القضية المركزية للأمة كلها. ومن يتحدث عن التطبيع فهذا المصطلح عندي غير موجود على الإطلاق. الحالة الطبيعية أن فلسطين يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني وأن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقد مثل تأكيد أهمية دور السفراء في الدفاع عن مصالح الشعب التونسي خاصة في ظل التقلبات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أحد المواضيع التي تطرق إليها الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار. وأبرز رئيس الدولة ضرورة أن يكون شعار سفراء تونس خلال عملهم الدفاع عن مصالح تونس واستقلال قرارها في كل محفل وفي كل مقام، كما تم التعرض إلى دور القناصل في إزداء الخدمات لأعضاء الجالية التونسية بالخارج في أفضل الظروف وفي أسرع الأجال. وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس سعيد ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل أيضا في إطار كل المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتنسيق مع الدول التي عانت شعوبها على مدى عقود من الزمن من نهب ثرواتها ومن الاستيلاء على المال العام وتحويل المليارات إلى مصارف في الخارج. قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري إنه أصبحت هناك خريطة رسمية للبلاد التونسية بعد صدور جميع القرارات الترتيبية بشأن التحديد الترابي للعمادات التي قامت به الهيئة بمعية مختلف الأجهزة التنفيذية في مختلف جهات البلاد، مؤكدا أن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية شريطة صدور الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين وبتقسيم الدوائر الانتخابية وسد الشغور في الهيئة، مرجحا أن يكون موعد الانتخابات المحلية منتصف شهر ديسمبر القادم. الهيئة مستعدة على كامل الاستعداد، لكن بشرط وأن تتوفر ثلاثة شروط: شرط سد شغور بالنسبة للهيئة، اثنين صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية، وثلاثة هو صدور أمر دعوة الناخبين اللي وعد السيد رئيس الجمهورية رئيس الهيئة عند لقائه مؤخرا، واني باش تكون إن شاء الله في أقرب الأجال في غضون أيام إن شاء الله باش نبدو مباشرة بالمصادقة على الرزنامة وننطلق في تنفيذها، لأن الأرضية كلها حاضرة لوجستيا
قانونيا، ونحن الآن حتى بصدد مراجعة القرارات الترتيبية المتعلقة بالتحييد، المتعلقة بالتسجيل، بالفرز، بإعلان النتائج، باش يكونوا جاهزين، لأنه بصدور أمر دعوة الناخبين نحن مطالبون بإنجاز هذه الانتخابات في ظرف 3 أشهر. سنكون في النصف الأول من شهر ديسمبر إن شاء الله، هذا هو الموعد المقترح من الهيئة. تأكيد ضرورة استكمال مسار التصدي للهجرة غير النظامية الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا سيتواصل في المرحلة القادمة في تونس. كان هذا محور المكالمة الهاتفية بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما تم خلال هذه المكالمة بحث التنسيق بين البلدين، خاصة في ظل تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين الذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر، سواء في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء. أكد الرئيس قيس سعيد لدى استقباله بقرطاج رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي مانفريد فيبر ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على معالجة النتائج. وشدد سعيد أيضا على ضرورة التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر في شمال المتوسط وجنوبه. وكان لقاء سعيد وفيبر أهم اهتم بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار وخلق الثروة بتونس. تونس والاتحاد الأوروبي يواجهان تحديات مشتركة، ولا بد من العمل المشترك لرفعها والتعاون بشأنها. مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعتبر قاعدة مهمة وقوية، لا بد من تطبيقها ورفع التحديات الاقتصادية من أجل تأمين الرفاه الاجتماعي للشباب مع حسن التصرف في الهجرة. كان اللقاء مع سيادة الرئيس قيس سعيد مناسبة لتبادل الآراء وتحديد الأولويات والعمل على إنجاز الأهداف المشتركة. في الشأن الأفريقي الآن، اقترحت الجزائر مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر تشمل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر بقيادة مدنية. قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي قام في الآونة الأخيرة بجولة في دول غرب أفريقيا إن معظم الدول التي تحدث إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة، وستسعى الجزائر في إطار مبادرتها إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر واقتراح ضمانات لأطراف الأزمة جميعا واستضافة مؤتمر حول التنمية في منطقة الساحل. أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن القلق البالغ بشأن التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في أي وقت ممكن. ما يزال الشارع الليبي ينتفض ضد اجتماع وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلال منقوش بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في وقت يطالب فيه مجلس النواب رئيس الحكومة بتوضيح حول ملابسات هذا الاجتماع وعلاقته بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة قام بها اليوم إلى سفارة دولة فلسطين للتعبير عن موقف ليبيا الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، أكد رفضه للقاء المثير للجدل بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل إلي كوهين، مؤكدا أن هذا الموقف لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها. وكان الدبيبة قرر في وقت سابق إقالة المنقوش من منصبها على خلفية هذا اللقاء وإحالتها على التحقيق، وكلف وزير الشباب مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية. مجلس النواب الليبي الذي يطالب الدبيبة بتوضيح ملابسات هذا اللقاء عقد جلسة طارئة أكد خلالها النواب رفضهم للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وطلبوا بمحاسبة كل من كانت له صلة بهذا اللقاء الذي اعتبروه خيانة عظمى وجريمة يجب ألا تمر دون محاسبة. وأكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن القضية الفلسطينية قضية المسلمين ولا يحق لأحد المساومة عليها، وإنما يجب العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس.
الولايات المتحدة الأمريكية التي استهجنت تسريب خبر اللقاء وفحوه استدعى سفيرها لدى الكيان الصهيوني وزير الخارجية إيلي كوهين وسلمه احتجاج الإدارة الأمريكية على هذا التسريب. وكانت المنقوش أوضحت أن اجتماعها مع كوهين في روما غير رسمي ولم يجري الإعداد له مسبقا، غير أن مسؤولا إسرائيليا قال أن الاجتماع استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من أعلى المستويات في ليبيا، وهو ما أكده أيضا مصدر دبلوماسي إيطالي بالقول إن وزارتي الخارجية في ليبيا والكيان المحتل كانتا على اتصال لبعض الوقت قبل الاجتماع دون مشاركة إيطاليا، لكنهما طلبتا مساعدة روما في تحديد مكان الاجتماع. اللقاء الذي أثار موجة غضب في الشارع الليبي ولا يزال أدى إلى مزيد تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، إذ يقول محللون إنه أعطى معارضي دبيبة فرصة لانتقاده في وقت تثار فيه تساؤلات حول مستقبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. بهذا إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. الرئيس قيس سعيد يؤكد الحق الفلسطيني المشروع ويقول إن التطبيع مصطلح غير موجود عنده، وفلسطين يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني. هيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية شريطة صدور الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين، مرجحة أن يكون موعدها منتصف شهر ديسمبر القادم. رئيس الحكومة الليبية يؤكد دعمه القضية الفلسطينية، ومجلس النواب يطالبه بتوضيح ملابسات لقاء نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الإسرائيلي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ويمكنكم متابعة نشرات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بنسخ الرمز الظاهر على الشاشة. إلى اللقاء.